قهوة العصيب لنادي الزمالك بالفوز 2-1 على نادي اف سي مصر سابقا وزد مستقبلا بعد 120 دقيقة. في وجهة نظري الشخصية كان نادي الزمالك في غنى عنهم تماما لولا الورطة اللي وقعوا فيها امام عاشور بالطرد طبعا المستحق اللي تحصل عليه في منتصف الشوط الثاني بعد تدخل عنيف ضد اسلام الفار لاعب اف سي مصر، وبصراحه تدخل عنيف جدا، وكان قبليها برضو بصق عليه تصرفات نتمنى ما نشوفهاش من امام عاشور، كانت سيئه جدا ووضع فرقته في ضغط عصبي جديد طبعا، وتلاها انك بتلعب ب 10 لاعبين بس قدام فرقه بتلعب ب 11، خلوا يعني خلتهم ان هم يفاجئوك بهدف في الدقيقه 85 كان ممكن صعب عليك المباراه لولا هدف التعادل القاتل اللي احرزه اسامه فيصل في الدقيقه 96. ولكن في كل الاحوال المباراه جت بشكل دراماتيكي جدا في وقت ربما يكون باتشيكو مدير فني نادي الزمالك كان بيفكر ان هو يريح لعيبه كتيره وما يبقاش في اجهاد على الفرقه ويخلي الدنيا ماشيه سموث جدا جدا قبل ماتش الفاينل من الاهلي، انك برضه عايز تدخل اللعيبه وهي مرتاحه، العب ماتش 90 دقيقه عادي واكسب 1 أو 2-0 بطريقه عاديه، لكن ما تحطش في الوضع العصبي ده والعب 120 دقيقه وممكن لعيب عندي يتصاب في ضغط عصبي، كمان اجهاد ان العب 120 دقيقه تحت ضغط عصبي شديد، والمباراه ما اتحسمتش غير بركله جزاء في الدقيقه 115 اللي جابها زيزو. فنيا برضو اللي شاف منكم التحليل بتاع ماتش الاهلي وابو قير نفس الفكره، مش هنحلل المباراه بشكل كامل لان نادي الزمالك النهارده خد المباراه وعنده لعيبه كتيره جدا 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 ما بتلعبش بشكل اساسي مع الفريق، وبالتالي هي توليفه متجمعه، ربما ده الامر اللي يعني اللي خلى نادي اف سي مصر يتعب نادي الزمالك اكتر من نادي ابو قير تعب الاهلي. ده ابو قير برضو لحد ما خبراته قليله قوي 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 مقارنه بنادي اف سي مصر، اف سي مصر خبراتهم اكبر وبيعرفوا يلعبوا، حتى هم عملوا مشكله نادي الزمالك في الدوري السنه دي مضيع عليك 4 نقط، نادي اف سي مصر ضيع نادي الزمالك 4 نقط، تعادل معاك مرتين 1-1 في الدور الاول و0-0 في الدور الثاني. فبنتكلمش برضو على فرقه يعني الفريق يعني هبط في النهايه، ولكن برضو فرقه يعني ليها 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 تقولها وليها الشكل بتاعها. نادي الزمالك غير كل حاجه، بس طبعا وسط الملعب لما تلعب بامام عاشور واسلام جابر وقدامهم اوباما اكيد بنتكلم ان مفيش قوه دفاعيه قويه، وعشان كده الفريق كان على طول بيحاول ان هو يهاجم، لكن بنفس الطريقه نادي الزمالك ما بيغيرش اسلوبه، دايما بيحاول يفرغ المساحات عشان يلعب على الاطراف ويرسل كرات عرضيه. طبعا لازم نحط في الاعتبار ان تشكيل الماتش في البدايه كان حصل فيه تغيير اضطراري بخروج نجم لسبب تعرض لشد في فتره الاحماء، فمصطفى محمد اللي كان احتياطي نزل بدل كاسونجو في قلب الملعب، كاسونجو اترحل على الطرف، واسامه فيصل اتندى من المدرجات عشان يقعد على دكه البدلاء عشان بعد كده يجيب هدف التعادل. سبحان الله طبعا يعني دراما ما حدش كان يقدر يتوقعها او يتخيلها انها تمشي بالسيناريو ده، ولكن السيناريو في الاخر جه في مصلحه نادي الزمالك ان اسامه فيصل اللي كان بره تشكيل الماتش خالص يخش بشكل اضطراري عشان يجيب الهدف في الدقيقه 90. كابتن اسامه نبيه مدير فني النادي اف سي مصر قدر ان هو يحط كثافه عدديه قدام نادي الزمالك في نص الملعب، ما شفناش اوباما خالص بلاي ميكر، ما شفناهوش، انا ما شفتوش بصراحه في الملعب، معظم الاوقات كان دايما في رقابه مان تو مان عليه وكان صعب جدا هو يستلم الكره هو لوحده، فبالتالي نادي الزمالك فقط تماما مركز صانع العاب، ما شفناش اوباما النهارده بيقدر ان هو يؤدي او يعمل امور اللي احنا معتادين عليه منها من بلاي ميكر نادي الزمالك، عشان كده غاب بلاي ميكر، وبالتالي لحد ما فقد مصطفى محمد برضو الممرر اللي على الارض له خارج منطقه الجزاء. مصطفى محمد طوال المباراه خارج منطقه الجزاء، المره الوحيده اللي بشوف فيها مصطفى محمد في الكرات العرضيه لما كان كاسونجو بينضم له والاثنين بيكونوا ثنائي هجومي داخل منطقه جزاء اف سي مصر، وفي نفس الصراحه الموضوع ده برضو نادي اف سي مصر تعامل مع الكرات العرضيه بشكل جيد. ربما كاسونجو قدر في بدايه المباراه انه يعمل كام اختراق جيد جدا من على الاطراف واستغل فيه مهارته، كان ماهر جدا جدا في كورتين، قدر يرقص الفول باك بتاع نادي اف سي مصر كذا مره واخترق الجبهه دي، ولكن تصرفه
في تفنيش الهجمه كان سيء، شاط الكورتين في ايد الحارس، فكان واحده منهم برضو عمل كره عرضيه كانت بعيده جدا، فالفينشنج كان سيء، لكن هو عمل جهد كويس على الطرف وقدر يوصل داخل منطقه الجزاء. الشوط الاول بمرور الوقت بدا نادي الزمالك يتحط تحت الضغط وهو النتيجه 0-0 لغايه طبعا الشوط الثاني. نادي الزمالك برضو مستمر بنفرغ المساحات، نروح على الطرف، مصطفى محمد يخش جوه، كاسونجو لو بنخترق من عنده هتلاقيه هو اللي بيخترق، وعشان كده نادي الزمالك بيفقد فكره المهاجم الثاني من الجبهه الاخرى، ان شيكابالا ما كانش بيخش يعمل دور المهاجم الثاني، كان على طول بيقف الى حد ما على مشارف منطقه الجزاء، واوباما لعيب قصير برده ما تقدرش تعتمد عليه في الكرات العاليه، وكمان مش ما عندوش جامب عالي زي مصطفى محمد، ولكن لما كانت الكوره تيجي عند شيكابالا كان ممكن نشوف كرات عرضيه، بس كنت بحس ان شيكابالا لحد ما بيفضل ان هو يقطع لداخل الملعب ويحاول يصوب الكرات الار 2 بتاعته، عملها كذا مره بس ما جاتش، كان بيفضل يعمل الكوره دي عن ان هو يلعب الكوره العرضيه التقليديه، او كان يرجع بيها لنص الملعب ويعيد تدوير الكوره تاني، وبالتالي لحد ما كانش الوضع بتاع كاسونجو ومصطفى محمد بتشوفه كتير، وحتى ما شفناش كرات عرضيه كتيره في الشوط الاول وحتى برضه في بدايه الشوط التاني، لغايه طبعا ما جت التيرنينج بوينت او نقطه التحول في المباراه بطرد امام عاشور من نادي الزمالك، ونادي اف سي مصر بدا ياخد يستحوذ على الكوره، وبداوا يعملوا كوره حلوه قوي قوي، ان هم بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يتناقلوا الكوره بشكل هادي، هم مش هيجيبوا جون خالص، نادي اف سي مصر ما كانش بيهاجم بس كان بيمرر الكوره بشكل هادي وبيحاول ان هو يستفز لعيبه نادي الزمالك ويجهدهم ويرهقهم في نص ملعب، ولغايه دلوقتي نادي الزمالك مش حاسس بالخطوره، طالما النتيجه 0-0 برده لياقتي احسن من لياقتك، حتى لو خدتني ليه الوقت الاضافي انا ممكن اخلص في الوقت الاضافي حتى وانا بلعب ناقص عدد، ليه لعيبه نادي الزمالك كامكانيات بدنيه فرق شاسع عن لعيبه اف سي مصر. افتكروا ماتش الرجاء، ماتش الرجاء 50 دقيقة وان سايد جيم، ده الرجاء المغربي هنا في القاهرة، وان سايد جيم، نادي الزمالك ما جاش تماما الشوط الأول، كل الشوط الأول وأول خمس أو أول 10 دقايق من الشوط الثاني كلهم لنادي الرجاء المغربي اللي كان بيحاول يعوض خسارته في الذهاب 1-0. شفتش نادي الزمالك لغاية لما الجون جه، أول ما الجون جه شفنا لعيبة نادي الزمالك بتتحول تماما، هجوم كاسح، هجوم شرس، هجوم مخيف من كل نواحي الملعب ومن كل الجهات، يمين شمال عمق الملعب، تسديدات من بره، كرات عرضيه، مطالبات بركلات جزاء، كل حاجه تشوفها. ليه؟ لعيبه نادي الزمالك فعلا اول ما بيلاقوا نفسهم متاخرين بيبقى عندهم قدره على الرجوع في النتيجه بشكل قوي، وده شفناه كتير قوي مع نادي الزمالك، شفناه حتى سيبك من محليا، شفناه افريقيا، شفناه قدام الترجي، الترجي في ماتش الذهاب في دور الثمانية في دوري الأبطال لما تقدم هنا في مصر 1-0 نادي الزمالك رجع عليه بثلاث أهداف والكسب 3-1، فنادي الزمالك فرقة قوية في مسألة العودة من التأخر في النتيجة حتى لو الماتش كبير، وبالتالي حتى هنا مش ماتش من قلتش نادي اف سي مصر هنقارنه بالأندية دي، ولكن هنا كان في تيست تاني، كان في اختبار تاني على نادي الزمالك، وهو ان هدف التقدم لاف سي مصر جه في الدقيقه 85، يعني باقي لك 5 دقائق من الوقت الاصلي بخلاف الوقت بدل الضايع اللي الحكم هيحسبه وانت ما تعرفوش، ممكن يبقى 4 ممكن يبقى 5. النهارده ميزه نادي الزمالك ان الحكم حسب 6 دقائق وقت بدل ضايع، وبدا الهجوم ال 11 دقيقه دول شفنا فيهم كم هجمات هائل لنادي الزمالك بسبب ان الاثنين مساكين بدأوا يطلعوا لمنطقة جزاء المنافس، وكان محمد عبد الغني بس هو اللي بيأخر نفسه على مشارف منطقة الجزاء، يعني مثلا اذا تخيلنا ان نادي اف سي مصر هو طبعا بقى في نهاية الشوط الثاني واللعيبة واقفة بالطريقة دي، الهاف ديفندر بيرجع يعمل خماسي والفرقة بتحاول تقفل بطريقة 5-4-1، نادي الزمالك في نهاية المباراة كان بيلعب وحاطط بس مدافع هنا وكل
كل اللعيبه كلها داخله جوه منطقه الجزاء بمحمود علاء وكل الفرقه واقفين للعيبه اف سي عشان ياخدوا الكره الثانيه. مدافع واحد بس هو اللي واقف على منطقه نص ملعب، وبالتالي حصل بقى الدربكه اللي في الاخر دي، وقدر اسامه فيصل يستغل الكوره يعني طايشه داخل منطقه الجزاء ولف بيها وشاط. طبعا الحارس كان استحاله يشوف الكره لان كميه الاجساد الموجوده قدامه كانت صعبه عليه جدا يشوفها. وبالتالي اول ما المباراه راحت خلاص للوقت الاضافي، مفهوم نادي اف سي مصر بدنيا ما يقدرش يستحمل الضغط العصبي اللي اتحط فيه، وكمان زاد عليه طبعا حاله الطرد اللي حصلت، وفي الفرقتين حصل تكافؤ في عدد اللاعبين في ارض الملعب، وبالتالي ساعتها يبدا نادي الزمالك. لكن نادي الزمالك واحده من اهم المشاكل اللي لازم ياخد باله منها انه بيسيب المباراه لغايه لما تتازم. دي ازمه عند نادي الزمالك، بيسيب المباراه لما تتازم، وانس انها اتازمت ابدا الاقي الحل. مش كل الامور، مش كل المباريات هتمشي بالسيناريو اللي انت عايزه. النقطه الثانيه، وهي طبعا هي ميزه نادي الزمالك، ان هو بيلعب عرضيات. احنا عارفين نادي الزمالك مصطفى محمد لاعب يجيد الكرات العرضيه والكرات الراسيه، اكيد النادي الاهلي هيبقى واخد باله من الحته دي بشكل جيد، فلازم يبقى هو شايف حلول اخرى يلعب بيها. ما يبقاش النهارده الحل الوحيد بلعب بيه الكرات العرضيه بس، اكيد النادي الاهلي شايف ده كويس. فواحده برده من النقط نادي الزمالك لازم يخلي باله منها، ان انت بتقعد سايب المباراه ما بتركز فيها وبتطلعش كل جهدك البدني. اه ربما تفيدك من مخزون بدنك بتخزنه لما المباراه تتازم، ولكن ما تضمنش. وخلينا نفتكر حتى ماتش القمه بتاع 3-1 نادي الزمالك كسبه، لو تفتكروا اول 10 دقايق بادجي حاطط كورتين، في واحده في العارضه وواحده جنش، واحده ساعتها ابو جبل صدها، لو الكورتين دول جم كان سيناريو المباراه اختلف. فهي عباره عن نسبه وتناسب، انت هتلعب على ايه. ولكن يبقى نادي الزمالك طبعا اكيد فرقه كبيره، فرقه تقيله، عمل كامباك كتير قوي السنه دي على فرق كتيره بيتاخر وبيقدر يرجع، نقطه مهمه جدا ولازم نشيد بيها في اداء نادي الزمالك. ده كان تحليل سريع لمباراه الزمالك واف سي مصر، وان شاء الله كل بقى الانظار وكل العيون تتجه صوب فاينل دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم الجمعه. هبقى معاكم قبل الماتش نعمل بريفيو للفرقتين، وان شاء الله يوم الجمعه الجايه باذن الله نعمل تحليل مباراه ونقول مبروك للفريق اللي يستحق. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.